السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الخوت؟ داخل عليكم كلشي مزيان الأحوال، الله يحفظكم كيف العادة جميعا، وتحياتي لكم جميعا. اليوم السبت الإخوان، الله كنت من عاش. صلحوا لي على الفيديو البارحة، كنت ناعس البداية ديال الفيديو، كنت ناعس فاش تذكر. والحمد لله كيف قلنا، تشكركم جميعا على الكومنتات ديالكم، وخا قريتهم غير هكا قبل الفطور. تحياتي لكم جميعا، المساندة ديالكم تشكركم جميعا على المساندة ديالكم. والحمد لله بعد الرجوع على الدكار، والدكار الثاني راه باقي ما جاش، هذا ما كان. واليوم اليوم السبت 27 في الشهر على ما اظن، تماما السبت اليوم 27 شهر 2021. اليوم عندنا جمع الحمام منطقة الوالدية، اللي كتعطينا ما بين 260 حتى 270 كيلومتر فولدوازو، 270 كيلومتر فولدوازو. واليوم ان شاء الله طلعنا باش غادي نوكلوا الحميمات، حيت شنو كندير مطلق كندير خدمه ومطلق كندير خدمه. دابا غنوكلوا الحميمات وغادي نصيفطوهم، غنعطيهم غير ديك الماكله ديك الطوب انرجي. الصوت ديالي راه بحيت الخوت، باش جاكم بخير. اسمحوا لي راني بحيت سنتات باش نجيبوا الحمام، غنجمعوا ديك الطوب انرجي اللي غادي نعطيهم. هادشي اللي كاين، نولعوكم داك الذكر الطوبي. فينا هو؟ يلاه بان ليا طار. دابا بان ليا داك الطوبي اللي طلق، الطوبي راه مولع فيه. حيدت لي ديك النتيوه بعتها ليه وطلقتو، تبارك الله راه كيطير كيولعني. فينا هو؟ ها هو. لا لا ماشي هو، صح منيش هو هذا. فينا هو الطوبي؟ لا هو، ها هو جي، ها هو جي، ها هو ها هو. شو الطوبي ديالي هو هذا، طوبي دا هو البوليسي، دا هو الحنقورة، دا هو ها هو. يدبر على راسو هو. شو راه طاير، تبارك الله غادي غادي مزيان. ما علينا، حنا غادي نوكلو الحميمات كيف قلنا. خليكم معنا الاخوان، حنا غادي نعطيهم ديك الماكله ديك الطوب انرجي. انا نقطع وغادي نمشي نجيبو، لاني نتوما ما تقطعوش، الله يرضي عليكم. بالنسبه للاكل هو هذا الاخوان، هو هذا غنعطيو الذكور ان شاء الله ونخليهم ياكلوا. غادي نهبط فحالي نفطر، غنعطي للذكور، غنحيد ليهم معلفه، نخلي غير جوج معلفات، غنعطي للذكور ونهبط فحالي. غنطلق الدوكور ان شاء الله، غنطلقهم ياكلونا وطحالي نفطر، وعاد نطلع على الحميمه. تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياكم من المهالك. الحمد لله الحميمه راه في صحه جيده. وسمحوا لي على الصوت ديالي راه ماشي هو هذاك. بالنسبه للماء نعطيهم الماء عادي، ولاني الماء الخوت راه مازال ما نعطيهمش دابا الماء. خليكم معايا بما نخرجهم، ولا ويلي نخرجهم، نخرجهم قدامكم الخوت. مالنا كنسرقو، ويلا سديت عليكم الباب راه حشومه.
انا الخوت كيف كتلاحظوا الحميمه تما الحمد لله ما كياكلوا واخا ياكلوا غير شويه صافي نهبطوا فحالكم حتى نتوما هبطوا غادي نمشيو ما عارفينش دابا المشكل فين غادي يمشيو الله كون كانوا عارفين فين يمشيو كانوا هبطوا ياكلوا غنخليوهم دابا هنايا ان شاء الله حتى ياكلوا وعاد نعطيهم المويه عاليه ان شاء الله وكذلك الانات غندير شنو ندير لهم دابا نطلع نهبط نفطر القد كره كلاو ان شاء الله ونطلق الانات تاهما يلا وخليكم معنا الخوت والله ما يسير لنا وليكم والجميع وكيف ما كتبغيوني الله يرحم لكم الوالدين وكيف ما كتتبعوني الله يرحم لكم الوالدين تحيه لكم جميعا تحيه لخويا عادل خويا عادل وتحيه خويا جهاد اللي قلنا ولد كازا راه كيسكن في الحي المحمدي الحي المحمدي كيسكن الاخ جهاد تحيه لخويا قلنا عادل تحيه خويا العمراني يلا هبطي هبط اوليدي هذا كيهيش انت كيهيش غادي يمشي هذا راه لعب المطلق اللي فات الحمام اللي ما لعبش هذا هو اللي ديكلاريت به الخوت نقولوا اللهم بارك هذا هو اللي مطلق ديكلاريت به الرتبه 5 في المطلق الاول هو هذا صافي غنخليهم دابا كياكلوا ومن بعد ان شاء الله غيبقى واحد شويه غادي يشربوا باش في العشيه نهزوا الحميمات ونده الله يسخر هادشي اللي كاين والسلام عليكم ورحمه الله بالنسبه للذكر هو الخوت دخل 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 ما تيخافش مني دخل 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 ولا تينفخ دخل 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 هذا كرونديزر هو هذا ديالي بعث لي النتوى ديالو هذا دابا بامكاني نشدو انا انا الخوت يلا دابا الحميمه تما تياكلو سير هبط اوليدي هبط هبط ما تقلقنيش سير هبط 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 يلا الخوت السلام عليكم ورحمه الله نهبطو نفطرو بعدا حنا الاولين هما هما كيفطرو نحط ليهم ميه عاديه يشربو ميه عاديه باش نهزو الحميمات ان شاء الله الى المطلق والله ما يسر لنا ولكم وواحد القضيه الخوت انا راه اي حاجه كنبينها ذكر من هادو مرض ليا كيبزق بزقه خضراء ها هو فين عزلتو بلاتي شدو هاد الوقافه اذكر السلام عليكم كي دايرين بخير ما كاينش واش كلشي بخير الله يحفظكم جميعا وتحيه لكم جميعا تحيه الناس كاع اللي كيبغيونا تحيه للمواليع المواليع انا الخوت هو هذا الذكر هذا حسيت به ماشي تلتم ها هو راني سديت عليه هنا كنحط ليه ديبيراتيف راه هو سكت اولدي هيا سكت ما تقلقنيش وهالكينه اللي خديت ليه الخوت هي هذه هادي هي الكينه عطيتو وحده البارح هادي 4 في 1 كينه ديال الحمام ديال الحمام هي 4 في 1 الذكر عطار 4 في 1 انا عطيه لي مده 4 ايام باش يرزع صحتو ان شاء الله بان ليا ماشي تال تماك ها هو الذكر الطوبي طار الخوت الذكر الطوبي ديالي طار فين هو نولع كون في تسدى الباب ها هو يلا اللهم يسير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخوت عودة مجددة كلشي بخير بعدا تحية لخوتنا وحبابنا جميعا بالنسبة للحميمات راه دابا غادي نبداو نجمعو راني تعطلت واحد شي شوية كانت عندي مكالمة مع الأخ جهاد تحياتي لخويا جهاد من الحي المحمدي من كازا من الدار البيضاء إن شاء الله دابا راه إن شاء الله غادي نتوكلو على الله وغادي نبداو نجمعو غتجي البنية باش غتشد ليا شوية الهاتف النقال وان شاء الله يكون خير ونتمنوا التيسير غدا ان شاء الله دابا الشمسيه الله بانت الجو راه كان كيف كيقولوا مسدود راه كان الجو مسدود
ودابا الشميسي راه يلاه بات الحمد لله. هي طلعت الكاميرا مانا ديالنا هي طلعت، وان شاء الله عطينا الدكور يشربوا. واحد كيشوف في الما كيدير ليه باقي ما بغاش يشرب. اشرب باباك غادي تمشي للوالديه اشرب. راه داك الدفلي ما بغاش يشرب، كيشوف كيطلع عليه، خليه طلع عليه. هذا الحفل حي سير. سلام سلام. دابا ان شاء الله غنشكروا الله الجميع ان شاء الله المطلق ديال الوالدي. عندك طاسه نجمعوهم دابا باذن الله. غنبداو بالذكور ان شاء الله. تحيه لخوتنا وحبابنا كاع اللي كيسالوا علينا. نجمعوا الذكور ان شاء الله باش يلا نوصلوا للجمعيه. يلا الخوت حنا هاد الباب هذا ولا كيطيح ليا. اول ذكر هو هذا السيري ديالو 49 في الاخير. نتمنوا نديكلاريو به. هذا راه ذكر ممتاز يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف كذا وتحياتي للجميع. خمسة خرجتو. كس وقت انا جيت سنيني نجي نحط هادو ونجي دابا. سليم هذه الباب شربتو؟ بلاتي نولعكم الخوت في العيوني. بلاتي نولعكم في العيوني نقول لكم شنو فيه.
فين هو الحيوان فين هو؟ يا يا ناسي كيف الخوت هذا عتي شنو فيه اجي لهنا ها نتوما هو اكل تبارك الله كي قلنا الكاشي هذه في الطاقيه هذا فيه جاكي شان هذا فيه جاكي شان وفيه في جاكي شان وفيه الاخر في سيلفستر ستالون 50% جاكي شان و 50% سيلفستر ستالون هو هذا والرومبو كي كان مظلم مظلم الرومبو حيت الشمس لهاد الشيء الرومبو ما فيهش فيه شنقول لك فيه الدم ديال الرومبو هذا الدم ديال الرومبو حيدناه من الرومبو واحد السورانك ودرنا هنا الدم درنا فيه الدم ديال الرومبو هذا العيون على 3 ايام ونص الحمد لله بعدا راه فرحنا الاخرى ما جاش باقي لحد الساعه ما جاش الكاشيات راه باقيين عنده هنا كيف كتلاحظوا هو الكاشي الاحمر ديال التاريخ وهو الكاشي ديال العيون ها هو ازرق زوميتي كيبانوا ايوا الحمد لله هذا من فضل ربي 2019 وهذا ان شاء الله الخوت مازال راه باقي ضعيف والله الا باقي ضعيف هذا مازال غيمشي للعيون الثانيه ديال شهر 5 ان شاء الله غنصيفطوا للعيون غنبريباري وليكون في عين الاخوان هذا والله ما بريباريتوت هذا حتى الاخير حده عاد فكرت نهزو قسما بالله ما عطيتو شي حاجه الى النهار ديال لونجمون نهار الحد فاش كنا غادي نهزو الحمام خرجته هو وخرجتي انت هو قلت شكون اللي نهز فيهم شنو عطيتهم شويه ديال الكراس مع الرودوسا وحطيت لهم فيتامين الله اعلم واش شربوه ولا ما شربوش وهزيناه الحمد لله هو جا بعدا كيف قال لي واحد فرحنا جا الحمد لله والشكر لله يلا تحياتي لكم جميعا والخوت السلام عليكم ورحمه الله كيف شتو دابا الذكور هبطناهم الاناث هبطناهم عند الله يسخر دابا خصني نصلي الدور عدن عليا الدور نصلي الدور نهز الكروسه يعني الكاتكار ديالي ونتوكل على الله الجمعيه واحد التحيه نخليك تماك خليك تماك كيف كنقولوا دائما وابدا تحيه خويا واحد التحيه ملي كندير بحال هكا ملي كندير بحال هكا يعني تحيه كبيره لخويا جهاد الله يجيب ليه الشفاء الكازاوي ولد الحي المحمدي تحيه لك خويا جهاد وما نساوش الاخ سمير حتى هو وما نساوش الاخ مجيد وما نساوش واحد الاخ راه نسيت الاسم ديالو مع مجيد تماك نسيت عليه اسمح ليا ما علينا والاخوان جميعا وما نساوش خويا الجلالي الحجوي من سطات راس العين وعاود ثاني نفس الديكور بنيتي قلبتي الورقه عاوتاني قلبتي الورقه ابنيتي هاكاك دابا هذا دابا ما قلبتيهاش حتى ما نخفي عليكم والو ها انت البنيه كتشد لي الورقه وانا كنقراها ها انت بحال هكا الورقه كنقراها لا ماشي هي هذيك عبد الصمد اسامه هذو ذكرناهم لا ماشي هذيك الورقه اشوف قطعتي عبد الله لا تعطونا خويا عبد الله خويا عبد الله ونور الدين هادو اخوان ولاد المحمديه بالحرشي بالحرفي 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 نرققوها نزيو عليها تحيه لخويا نور الدين وخويا عبد الله بالحرفي من المحمديه وتحيه للناس ديال المحمديه اون جينيرال لا الموالع ولا المولوعات راه كاينين مولوعات تما في المحمديه مولوعات كبار وتيبغيو الولاعه وتيعرفوا قيمه الولاعه مولوعات يعني فتيات تحيه لهم وتحيه للجميع اي فتاه اي واحد كيحب هذا الحمام هذا تحيه ليه من هنا ضيبر لان هذا الحمام هذا الموت على ولادي ولا على بلادي هادو بلادي وهادو ولادي الموت 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 الى الامام وعباد الله والى الامام الى بغى الله عز وجل راه اللي بغى الله الحمد لله ما كنديو ديال بنادم ما كنصبوا على بنادم عايشين مع الولاعه الله الوطن الملك وعاش الملك وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وانتظرونا غدا ان شاء الله فيديو جديد فيديو ديال الطلقه الوالديه ما بين 260 حتى 270 كيلومتر وكنت غادي ننسى الكونستاتور كنت غادي ننساه غنحيد الكونستاتور باش نمشي للجمعيه السلام عليكم ورحمه الله الخوت بخير عليكم كلشي مزيان احوال ما كاين ما يشوش الله يحفظكم جميعا كما العاده وكما المعتاد
اليوم كنتواجدوا بمقر جمعيه اليمامه ان شاء الله بحول الله. راه جبنا الحميمات ونده الله يسخر كيف كما يقولون نده الله يسخر. هذا واحد الذكر ممتاز هذا من التركه ديال سيباستيان بيلو سيباستيان. ها هو عائله ديال سيباستيان هذا. الديكلاراسيون ما كاينش من العصاره للطياره ان شاء الله. ومعنا الاخ ديالنا زيد اخويا زيد حبيبي الاخ ديالنا ابو شعيب الباط هذه المسافه الطويله ان شاء الله عندك تخرج شي وحده القضيه في الطاقيه. كيداير خويا ابو شعيب؟ الله يحفظك بخير عليك كلشي مزيان. ابو شعيب اللي عندهم القناه ديال لوفت اميمه، تحياتي لاميمه تاهي وتحيه للاخ ابو شعيب. خويا المنصوري، خويا منصور الله يجازيك بخير اخويا والله يرحمك الوالدين. ومعنا عاوتاني الرئيس ها هو المنسوم. هوبا المنسوم هضر معنا انت وادو. لا انت وادو كدير انت ولا بوحدهم انت وادو. سالينا الدوكو عندك تقول لك شي حاجه تقول شي حاجه نكعى معاك انا صعيب انا. لا انت وادو كلشي انت وادو. وندي الله يسخر ودعيو معنا الخوت حتى نتوما نتوما اعضاء ديال الجمعيه ديالنا دعيو معايا بالروح والتيسير. الله يحفظكم الله يحفظكم جميعا. معنا واحد الاخ هنا راه ما بغاش يبان. الله يسخر الله يسخر قال الله يسخر بطل جبل فورات. ديك اخويا العزيز مسافه طويله شق عمك. اييه الله يحفظكم جميعا ونتمناو الخير والتيسير. وقلبتي هذيك الحمامه هذيك الشيء شنو فيها هذيك؟ هذيك هي فيها قالت لي اسمح وفيها كونديزر. هذيك راه العام اللي فات راه اكاديريه هذيك الحمامه تبارك الله. هذيك راه اكاديريه هذيك وندى الله يسخر. هذه العيون ان شاء الله قل عليها ان شاء الله. هذه العيون ديال الصيف باذن الله الى كثر. وهادشي اللي كاين الخوت هو المقر المتواضع المقر الجميل ديال جمعيه اليمامه السلاوية. ونتمنوا الخير والتيسير للجميع ان شاء الله بحول الله. واللي بغى يديها كامله كيخليها كامله. حنا بغينا انت كلاسه 4 5 6 7 8 فقط فهمتيني. واحد جوج نخليهم وثلاثه نخليهم لعباد الله والعشره نخليهم لعباد الله. الله يجعل البركه ما نديوش كلشي حشومه. بصح واه نهضروا في الواقع اخي راه حشومه. قال لك اللي بغيت كامله قال لك يخليها كامله. يلا الخوت غادي نخليكم ان شاء الله مع فيديو جديد بحول الله. انتظرونا غدا ان شاء الله غدا صباحا انتظرونا في المطلق ديال الوالديه ان شاء الله اللي كيعطينا تقريبا واحد 260 حتى 270 كيلومتر ان شاء الله. هذا هو البطل المنسوم. ها هو مخبي. هذا هو المسموم اصاحبي المسموم. هذا هو هذا هو اللي هذا قول بني في العيون ديكلارا في العيون قول بني ديكلاراتي انت لما صيفطيش ما جاتش. هذا السيد هذا اللي ما بغاش يتصور ما جاتش لحمامته وشتي انا سبقته. يلا الخوت نخليكم خويا ابو شعيب شي كلمه. والله يسخر لك الخير جميعا ويسخر الاخوان كلهم ديال اليمامه ان شاء الله وكل واحد يفرح الامر اليمامه كل واحد يفرح ان شاء الله. وتحياتي الاتحاد السلاوي زعما راه داك هاد البادره اللي خداو بان اليوم السبت قال لك ما غاديش يطلقوا. عرفوا بان القضيه في الطاقيه راه فري القضيه في الطاقيه. اليوم راه كانت القضيه مسدوده يعني كون طلقنا اليوم كون كلينا العصا. المهم هو الحميمات يجيو ان شاء الله وصافي ما يكونش ضايع وصافي ان شاء الله. نتمناو الخير. دابا انتم الخوت كيف كتلاحظوا حميماتي هما دازوا كملناهم. انت اخويا جهاد اخر حمامه راه ديالك ابا جهاد. هاهي هاهي اخر حمامه راه ديالك اخويا جهاد. يلا نده الله يسخر. غدا وجد ليا غدا وجد ليا. ها انتم الخوت الخاوي هو هذا. بالنسبه للعربه ها هي العربه ها هي العربه عربه اخوكم في الله. وها انا دا وتحياتي لكم جميعا. عندك تعوج التليفون ولا عوجتي كتبان واحد السماطي كحل. وتحياتي لكم جميعا وتحياتي للاتحاد السلاوي وتحياتي لعصبه الغرب وتحياتي كل ما كيحب هذا المخلوق هذا الطائر. كنحيي من هذا المنفر اللي كيبغي الطائر. خلينا من هذوك ديال هكا ولا هكا ودوك صحاب هكا اللي كيقول لك هذه فيها الشهر اللي كانت وشهرها ب 100 شاريها ب 5 درهم ولا ب 10 درهم السوق وفيها حيت ديكلار فيها الشهر اللي كانت فيها الكود فا اكيد ديك شي سميات كيتلف المبتدئين راه حشومه هذا الشيء. وهادشي اللي كاين الخوت ونتمناو الخير والتيسير للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. تحيه لي يا ماما ياك جمعية يمامة السلاوية.